تستمر في لبنان الإجراءات الحكومية لتفادي كارثة صحية بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد أكدت الحكومة اللبنانية استكمال التدابير والإجراءات لتأمين وصول لقاح كورونا. وفي ختام اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الأعلى، تقرر تمديد الإغلاق التام في البلاد لغاية 8 فبراير المقبل في سياق إجراءات مكافحة انتشار الفيروس. فهل تنجح الإجراءات الحكومية في درء الخطر الوشيك؟ للمزيد حول هذا الموضوع معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي علي حمادة. سيد علي، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار. إذن السلطات اللبنانية تمدد إجراءات الإغلاق العام، كان من المفترض أن تنتهي في 24، الآن نحن أمام موعد جديد وهو 8 فبراير يستمر الإغلاق. ما مدى نجاعة هذه الإجراءات برأيك؟ يعني أولا كان أمر طبيعي أن يتم تمديد هذه الإجراءات، إجراءات الإغلاق التام في لبنان، وخصوصا بأنه معدل الإصابات لا يزال مرتفعا جدا، بمعدل ما بين 4500 و5500 حالة يوميا، إضافة إلى أننا بدأنا نلحظ في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات جراء كورونا. وهناك أيضا المسألة الأساسية هي مسألة الضغط الكبير على القطاع الاستشفائي من خلال استقبال مئات الحالات المصابة بكورونا. بالنسبة لمسألة النجاعة، هل تنجح هذه الإجراءات أو لا تنجح؟ أولا أنت تعرف بأنه، وهذا ينطبق على لبنان كما ينطبق على أي مكان في العالم، هناك إطارين لإنجاح هكذا إجراءات. الإطار الأول هو الإجراءات الحكومية وقدرة الحكومة على فرض هذه الإجراءات عبر الرقابة المستمرة والشاملة، وهناك أيضا امتناع المواطن عن كسر هذه الإجراءات أو محاولة خرق هذه الإجراءات والتحايل على هذه الإجراءات. ولبنان للأسف في الفترة الأخيرة، ولا سيما قبل في خلال فترة أعياد نهاية السنة، شهدنا الكثير من الخروقات على صعيد المجتمع اللبناني ككل، حفلات، سهرات، المطاعم كانت شغالة إضافة إلى الملاهي وغيره. من يتحمل المسؤولية؟ هل يتحملها المواطن اللبناني الذي يجد منافذ دائما للخروج من سطوة القوانين والإجراءات، أم الحكومة التي تتساهل في تقييد الناس بهذه الإجراءات؟ طبعا هناك المسؤول الأول والدائم حيثما كان الأمر هو الحكومة، السلطة السياسية، السلطة التنفيذية التي تتحمل المسؤولية حتى لو كانت هناك محاولات للخرق انطلاقا في المجتمع. هذه نقطة. النقطة الثانية، كما أشرت وهذا كلام صحيح إشارتك إلى أنه في الفترة الأخيرة خلال الأشهر القليلة الماضية كان هناك تساهلا من جانب الحكومة، إضافة إلى شيء من التراخي واستسهال الموضوع على صعيد العمل على تجهيز المستشفيات تحضيرا للموجات المتتالية من الجائحة، وهذا أمر فشلت فيه الحكومة المستقيلة. ويضاف إلى ذلك العامل الاجتماعي، وهو أنه الناس تعبت، يعني مثل ما بتعرف إغلاق وراء إغلاق وراء إغلاق، ويعني الناس تعبت والناس يعني استسهلت الأمر، لقيت أنه الدولة ما عم تكون متشددة في الإجراءات. نعم. فعملت على استسهال المسألة وعلى الخروج والاجتماع والحفلات وإلى ما ذلك من خروقات يعني. نعم. البنك الدولي يساعد لبنان ماديا لتلقيح ضد كورونا، أيضا الحكومة تحاول تأمين العديد من جرعات هذه اللقاحات. إلى أي حد هذا سيكون في وقت سريع أم هذا سيأخذ وقت على الأقل؟ نظريا اللبنانيون موعودون من هذه الحكومة بأن تبدأ اللقاحات بالوصول ابتداء من شهر فبراير المقبل، وسوف تتوالى عبر عدة مراحل وصولا إلى مطلع السنة المقبلة. لكن السؤال ما بين النظري وما بين العملي، هذا هو السؤال الكبير، كيف يمكن لهذه
لهذه الحكومة والتي فشلت على عدة أصعدة سابقا بأن تؤمن اللقاحات بالطريقة المثلى وأن تستطيع أن تدير عملية التلقيح، لأن هذه عملية لوجستية كبيرة ومعقدة، وهناك مسألة التخزين، وهناك مسألة يعني تقسيم الشرائح الاجتماعية والشرائح المجتمعية التي سوف تتلقى اللقاح. وخشيتنا في لبنان دائما هي أن يكون هناك محظيون وأن يكون هناك محرومون في هذا الإطار. هناك مخاوف في هذا الإطار من عمليات فساد حتى في أمر يتعلق بصحة الناس، هل هذا وارد أستاذ؟ دائما بلبنان هناك تخوف من فساد في أي مضمار إن كان، ولا سيما الآن فيما يتعلق بمسألة الكورونا. والدليل على ذلك أنه نشهد حالة من الفساد والإفساد الكبيرين فيما يتعلق بتوزيع الأدوية في لبنان. هناك تجارة رديفة ومحاولات لتهريب أدوية مدعومة من المصرف المركزي إلى دول خارجية، إلى سوريا، إلى أفريقيا، إلى يعني هناك دائما محاولات في لبنان. وللأسف أنه لقد تفشى الفساد إلى درجة كبيرة، وأصبح دائما علينا أن نحسب حساب هذا الفساد. نعم. وهذا أحد أوجه الأزمة والمعضلة اللبنانية. رغم عمليات الإغلاق أستاذ علي، إلا أنه الإصابات ما زالت يعني مرتفعة، ألا يخشى من خروج الأمور عن السيطرة؟ وإذا ما وصلنا لهذا السيناريو، كيف يمكن أن تنعكس على الوضع ليس الاجتماعي فقط والصحي وما إلى ذلك، وإنما الوضع السياسي؟ يعني على كل، العديد من الخبراء في القطاع الصحي يقولون بأننا وصلنا إلى مستويات مرتفعة من الإصابات، يقولون أكثر من ذلك بأنه فلتت الأمور في لبنان، وبأنه هناك بعض الأطباء الكبار في مستشفى الجامعة الأمريكية كانوا يقولون، سمعنا يعني يقولون لي منذ يومين بأنه عليكم أن تتوقعوا من الآن فصاعدا وخلال شهر فبراير أن يصل معدل الإصابات إلى حوالي 8 إلى 10,000 يوميا، إضافة إلى معدل من الوفيات يمكن أن يلامس 100 وفية يوميا، وهذا أمر كبير مقارنة بعدد سكان لبنان وعدد المقيمين في لبنان. وهذه مسألة يعني في غاية الخطورة ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأيضا على عاتق المجتمع الذي ينبغي أن يشعر بأنه فعلا هناك خطر وجودي. هذا الوباء يعني وباء مخيف جدا في لبنان. شكرا جزيلا لك أستاذ علي حمادة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.